خلينا مع سريعا نروح لاستاد الدفاع الجوي مع الزميل العزيز حسن غنيمة اللي اكيد عنده تفاصيل كتيرة جدا عن استعدادات فريق بيراميدز لهذا اللقاء او استعداداته لمواجهة الكونفدرالية وظروف السفر غدا باذن الله فريق بيراميدز بيستعد للسفر ايضا ممكن يقول لنا بعض المعلومات عن فريق العبور ومديره الفني كابتن جمعة مشهور هيستعد ازاي لهذا اللقاء نروح سريعا للزميل العزيز حسن غنيمة اتفضل يا حسن من داخل استاد الدفاع الجوي تحياتي اليك زميلي العزيز محمد غانم تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. النهارده احنا على اعتاب مباراه قويه بين بيراميدز العبور في اطار مباريات كاس مصر وان كان الفارق الفني و كل الامكانيات الحقيقه في فارق كبير جدا ما بين الفريقين لكن كلا الفريقين بالتاكيد بيسعى للفوز. النهارده هنبدا النهارده بالضيوف فريق العبور الاهليه كان ليا حديث مع كابتن جمعه مشهور المدير الفني لفريق العبور الحقيقه اللي بيسعى اللي قال لي ان هو بيسعى لتحقيق مفاجاه آه كبيره جدا النهارده امام آه امام فريق بيراميدز وبالتاكيد ده تم ابلاغ يعني اتكلم ان هو تم ابلاغهم بالمباراه بيراميدز قبلها ب 48 ساعه آه فقط وده عمل نوع من ارباك الحسابات لفريق العبور اللي كان ما مش كان مش مجهز للمباراه النهارده لو اتكلمنا على شويه معلومات خاصه بفريق العبور بيلعب في القسم الثالث وحاصل على المركز الاول حتى الان برصيد 41 نقطه بفارق ثلاث نقاط فقط عن فريق الغابه وكان من المفترض ان النهارده فريق العبور كان هيلاقي فريق اسكو في احدى المباريات المؤجله للقسم الثالث لكن طبعا اتحاد الكره بلغ العبور بشكل مفاجئ ان مباراه بيراميدز النهارده قبلها ب 48 ساعه عشان كده كابتن جمعه مشهور قدر ان هو يلم كل اوراقه بسرعه عشان يكون موجود النهارده وجاهز للمباراه وقال ان هو بيسعى يعني اجتهد بشكل كبير جدا ان هو يحط خطه ان يكون ند قوي لفريق بيراميدز بامكانياته الماديه وامكانياته الفنيه وكل اللاعبين النجوم اللي موجودين في فريق بيراميدز واتكلم كمان ان عنده أكتر من عنصر يصلحوا ان هم يلعبوا في الدوري الممتاز المصري وبالتاكيد النهارده هيكون فرصه كويسه جدا من حيث اذاعه المباراه او من حيث انتشار المباراه ان هي تكون تسويق كبير جدا لبعض اللاعبين في فريق العبور اللي هم عندهم الامكانيات الفنيه والبدنيه ان هم يكونوا موجودين في الدوري الممتاز لو اتكلمنا عن ابرز اللاعبين اللي موجودين في فريق العبور كابتن الفريق بدوي سعيد بالتاكيد واحد من نجوم الفريق كمان الحارس محمد غنيم الحقيقه وده واحد من المرشحين لدخول موسوعه جينيس يعني حتى اداره النادي بعتت لموسوعه جينيس انه الحارس بتاع محمد غنيم يكون موجود في الموسوعة لأنه عنده 41 سنة وتصدى لخمس ركلات جزاء أمام فريق الداخلية في المباراة الماضية في كأس مصر والخمس ضربات جزاء هو تصدى ليهم على فكرة ما طلعوش بره الثلاث خشبات يعني هو تصدى بيهم تصدى ليهم بنفسه وبالتأكيد دي ما بتحصلش كتير كانت آخر مرة حصلت في مصر كانت عام 73 في مباراة الاتحاد السكندري ضد النادي الإسماعيلي عشان كده إدارة النادي بتحاول إنها تدخل الحارس موسوعة جينيس لو اتكلمنا على مشوار فريق العبور في كأس مصر فاز على حلوان 2-1 والاتصالات 1-0 وفاز على الفريق القومي 2-0 وفاز على الداخلية بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة الأصلية بالتعادل الإيجابي 1-1 لو اتكلمنا عن غيابات فريق العبور النهاردة هنقول مصطفى نصر ونشأة غازي ونبيل ناصر ومحمد صبحي وعمر السعيد وكريم حسين وجميعهم إصابات شديدة جدا منهم رباط صليبي ووتر اكيليس عشان كده مستبعدين النهارده من الحسابات المدير الفني كابتن جمعه مشهور كمان كان ليا حديث مع المستشار الدكتور حسام عبد العزيز رئيس نادي العبور الحياة اللي بيوفر كل الامكانيات الماديه لفريق العبور ان هو يكون متواجد في الدوري القسم الثاني وعشان كده قدروا ان هم يعملوا تدريب رئيسي على ملعب السكه الحديد لو رحنا قبل المباراه النهارده لو رحنا للفريق صاحب الارض فريق بيراميدز النهارده بيعود الى صفوفه طارق طه وجون انطوي ويغيب عن صفوف بيراميدز نبيل عماد دونجا ومحمود وادي للاصابه السفر بالتاكيد هيكون بكره لملاقات نامونجو الفريق التنزاني محمد طاهر اداري الفريق سافر قبل البعث عشان يظبط كل الاجراءات الامنيه واستقبال الفريق في تنزانيا هناك تركي شديد جدا من كل لاعبي بيراميدز عشان يفوزوا بالبطوله الكونفدراليه، التشكيل بتاع الفرقتين لسه ما حتى الان ولكن جات لي معلومه ان احمد الشناوي هيكون الحارس الاساسي لفريق بيراميدز النهارده ورمضان صبحي هيكون على الدكه عشان يريح قبل المباراه الهامه امام مونجو التنزاني. دي كانت كل الاجواء والكواليس الموجوده هنا في استاد الدفاع الجوي بالتاكيد العوده اليك زميل عزيز محمد غانم، تفضل. كل الشكر للزميل العزيز حسن غنيمة أكيد عرفنا منه أخبار كتيرة جدا عن فريق العبور أو استعدادات فريق بيراميدز لمواجهة نامونجو في بطولة الكونفدرالية وأيضا سفرهم واستعدادات كلا الفريقين